يدخل هؤلاء الخريجون للاحتفاء بإنهاء سنوات دراستهم الجامعية بقسم اللغة العربية في كلية التربية. وكواحدة منهم حرصت ذكرى على توثيق كل تفاصيل هذه اللحظة التي تعد من أكثر لحظاتها تميزاً، وهي تتطلع للسير نحو مستقبل ترجوه بأن يكون مشرقاً. نحن نعيش فترة ظلم وقهر في هذه المحافظة، لكن رغم الصعاب ورغم المعالة إلا نحن عشنا أجمل حياتنا في هذا الصرح العملاق. لم تختلف تطلعات الخريجين في هذه الدفعة التي أطلق عليها غدا أفضل، وهم يتهيئون لتوديع مقاعد الدراسة الجامعية، ويحذوهم الأمل في أن تتهيأ الظروف أمامهم للمشاركة في الارتقاء بمستقبل التعليم في بلدهم. أتمنى لهم التوفيق والنجاح، ونتمنى إن شاء الله لمحافظتنا الحبيبة أبين الأمن والاستقرار. أتمنى من الطلاب أن يفهموا أن مستواهم في الكلية ما كانش بالمستوى المطلوب، ينبغي أنه بعد الكلية يجتهد الطالب بحياته العلمية قبل كل شيء. الأساتذة الجامعيون كانوا حاضرين مع هؤلاء الخريجين مودعين لهم بكلمات علها تكون ذا فائدة لهم، خصوصا وإنهم كدفعة جديدة تتهيأ للمضي نحو المرحلة العملية في تخصص عله يكون من أهم التخصصات الجامعية.